بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. اليوم حنتكلم في المحاضرة الثالثة بعنوان البكتيريال ستراكشر، حنواصل في البكتيريال ستراكشر وحنتكلم اليوم فقط على السلول. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله الجميع حنكون مستوعبين الآتي: ما هو تعريف السلول؟ من إيش تكون السلول؟ الكومبوزيشن أوف سلول. ثم حنتكلم على السينثيس أوف سلول وحنركز على البيبتايد وجليكان، والمحور اللي بعده حنتكلم على الفانكشن اوف سيل وول ان جنرال، ثم حنتكلم على سيل وول ديفيشنت، وفي الاخير زي ما احنا متعودين حنعمل تقييم لانفسنا. الان تعالوا نشوف تعريف السيل وول. ما هو تعريف السيل وول؟ السيل وول يعرفوه كالاتي: يعرفوه انه it is the outermost layer of the bacterial cell. لكن نقول احنا تعريف صحيح لكن ما هوش دقيق، لانه معنا كبسول ممكن يجي فوقه. فبالتالي نقول احنا التعريف الاساسي له انه هو surround the cell membrane، انه ممبرين يحيط بالسيل ممبرين، وهذا مواصفات السيل وول انه rigid. من فين جاءت هذه الصلابة او هذه الرجيديتي؟ تعالوا اذا نشوف الكومبوزيشن عشان نشوف من فين جاته صفة الصلابة او صفة الرجيديتي. اول امر الرجيديتي نتيجة لحاجة بنسميها بيبتايدو جليكان. تعالوا نتعرف الآن على إيش هو البيبتايدو جليكان. البيبتايدو جليكان زي ما أنتم عارفين هو عبارة عن جليكان اللي هو شوغرز، وبيبتايد اللي هو بروتين. الشوغرز حيتكون من الآتي: حيتكون من تو شوغرز. الشوغر الأول نسميه إن أسيتايل ميوراميك أسيد، والشوغر الثاني نسميه إن أسيتايل جلوكوزامين. إذن الجليكانز تو شوغرز، واحد نسميه نام، واحد نسميه ناج. النام هو إن أسيتايل ميوراميك أسيد، والناج اللي هو إن أسيتايل جلوكوزامين. بالنسبة للبيبتايد هي عبارة عن بيبتايد تشين. هذه البيبتايد تشين قد تكون تترا بيبتايد أو بنتا بيبتايد، ما عندنا مشكلة سواء كانت تترا أو بنتا بيبتايد. طيب تعالوا نشوف إيش بالضبط كيف بيحصل تكون للبيبتايد جليكان. في حاجة بنقول عليها بيحصل حاجة بنسميها alternating repeating unit. مش اتفقنا إن في معنا two sugars؟ فهذا النام اللي قلنا عليه إن أسيتايل ميوراميك أسيد حيرتبط على طول جنبه إن أسيتايل جلوكوزامين، وهكذا. إذن في alternating repeating unit. إذن في معنى حاجة بنسميها، طبعا الرابط بينهم بين التو شوغرز نسميها glycosidic bond، وفي إنزيم نسميه transglycosidase هو اللي يعمل هذه الرابطة. إذن في معنى نام وناج ونام وناج، وكلهم في رابطة بينهم اللي بنسميها glycosidic bond. طيب زي ما اتفقنا، وهذه نقطة مهمة، في كل نام، ركزوا معي، في كل نام في مربوط البيبتايد تشين. إذن فين ترتبط البيبتايد تشين؟ في منطقة النام أو في الشوغرز للإن أسيتايل ميوراميك أسيد. طيب إيش اللي حيحصل؟ حيحصل إنه هناك في عدة شيت أو عدة صفوف، يعني الشوغر النام والناج والنام والناج. زي ما قلنا النام حيرتبط بالبيبتايد تشين، تحته الصف الثاني حق الريبيتنج شوغر اللي هو النام والناج وهكذا، والصف الثالث والرابع والخامس. فشوفوا ايش اللي حيحصل، انهم حيرتبطوا الشوغرز بتوين ذم حيرتبطوا بالرابطه بنسميها جلايكوسيديك بوند اللي يعملها ترانس جلايكوسيديز، والنام حيرتبط بالبيبتايد، وبالتالي حيجي البيبتايد حيربطوا حاجه بنسميها ترانس بيبتايديز، ومن هنا حيكون السيل وول الريجيد، لانه ارتبط الشوجر وارتبطت البروتينات مع بعض او البيبتايد تشين مع بعض، فاصبح السيل وول هذا ريجيد، وبالتالي اعطته صفه الصلابه انه اجتمع الشوجرز مع البروتين. طيب تعالوا ناكد عليها مره ثانيه. هذا النام اللي هو ان اسيتايل ميوراميك اسيد، ان اسيتايل جلوكوزامين، والنام وناج ونام وناج، هذا الصف الاول. قلنا انه يرتبطوا بتوين ذم بالجلايكوسيديك بوند. الأمر الآخر الصف الثاني نفس الوضع، نام وناق ونام وناق وهكذا. الأمر الآخر أنه أكيد الشوغرز بتوين ذم حترتبط بالجلايكوسيديك بوند. زي ما قلنا أنه في بيبتايد تشين حترتبط في منطقة النام، فشوفوا كل نام حيكون في بيبتايد تشين حترتبط، واللي يربطها زي ما قلنا الترانس بيبتايديز. هذا الصف الثالث، شايفين كيف نام وناق ونام وناق، وبالتأكيد في معنا ما نسميه بالبيبتايد بوند أو اللي يعملها ترانس بيبتايديز في كل نام زي ما أنتم شايفين في كل نام. وهذا الصف الرابع اللي هو الشوغرز ريبيتد يونت، ومربوطين بتوين ذم باي الجلايكوسيديك بوند، وفي معنا البيبتايد تشين اللي بتكون بيبتايد بوند لكل نام. فبالتالي حيتكون سيل وول ريجيد. تخيلوا في 40 شيت 40 صف
من هذه الشجر والبيبتايد، فبالتالي هذا الارتباط حيكون يكسب السلول صفة الريجيديتي أو صفة الصلابة. طيب تعالوا نشوف كيف حيحصل سينسس للبيبتايد جليكان. تعالوا نشوف خطوة خطوة. هذا زي ما أنتم شايفين الآن أمامكم اللي هو السيل ميمبرين. إحنا مش اتفقنا في المحاضرة السابقة إن وحدات اللازمة لبناء السيل وول موجودة في السيل ميمبرين؟ بالتأكيد هذه وحدة الآن بناء السيل وول اللي هي الشجرز النام والناج، والنام مرتبط مع البيبتايد تشين. الأمر الآخر إنه في معنا أنتيبايوتكس اسمه سايكلوسيرين. سايكلوسيرين ما يخليش البيبتايد بوند يحصل لها فورميشن، فبالتالي يعمل إنهيبيشن للسيل وول سينسس. احنا نفترض ان ما فيش معنا سايكلوسيرين، حنمشي طبيعي كان ما فيش معنا انتيبايوتكس. طيب تعالوا نشوف ايش اللي حيحصل. اثناء ما تنقسم البكتيريا الام بكتيريا كامله حتنقسم الى الدوتر سيل. لما تنقسم الى الدوتر سيل، الدوتر سيل تبدا تبني السيل وول، فلا بد يكون في معنى اوتولايسين يروح يكسر الجلايكوسيديك بوند ويكسر البيبتايد بوند. ليش يكسرهم؟ عشان يتيح الفرصة للوحدات اللي حتطلع من السيل ميمبرين انها تدخل في بناء السيل وول. فالان زي ما انتم شايفين الاوتولايسين كسر رابطة الجلايكوسيديك بوند وكسر رابطة البيبتايد. طيب تعالوا نشوف النقطة الثالثة. الان معنا الوحدة البناء جاهزة للانطلاق عشان تخرج الى ان تساهم في بناء السيل وول. في مركب مهم جدا اسمه الباكتوبيرينول فوسفيت. الباكتوبيرينول فوسفيت وظيفته فقط انه ينقل هذه وحدة بناء السيل وول الى الخارج حتى تساهم في تكون او في بناء السيل وول. في انتيبايوتكس مهم جدا يستطيع انه يوقف عملية النقل. هذا الانتيبايوتك اسمه باستراسين. الباستراسين انتيبايوتك رائع جدا، لكن عيبه انه هايلي توكسيك، فما نقدرش نستخدمه سيستماتيك، نستخدمه از لوكال. فبالتالي احنا نفترض ما معناش باستراسين، الامور بتمشي البناء بشكل صحيح. فشوفوا ايش اللي حيتم. الان الباكتوبيرينول فوسفيت حينقل وحده البناء الى الخارج عشان تسهم في بناء السيل وول. اهي قدامكم الان. الامر الاخر تعالوا نشوف الوحده الان كيف حتطلع. الان الباكتوبيرينول حيطلع الوحده، طلعها اهو، طلعت الوحده الان وحده بناء السيل وول. الان حتتكون جلايكوسيديك بوند زي ما قلنا بالترانس جلايكوسيديز، وبالتالي هذه الوحده الثانيه وحتتكون جلايكوسيديك بوند. اذا الان الروابط بين الشوجرز خلاص اصبحت مكتمله. تعالوا نشوف اللي بعدها. طبعا هنا في نقطه مهمه جدا، في انتي بايوتكس يعيق هذا العمل. يعني تخيلوا وحدات البناء انتقلت لتمارس دورها في بناء السيل وول، في انتيبايوتكس يعمل بلوك ما يخليش الجلايكوسيديك بوند انها ترتبط. هذا الانتيبايوتكس اسمه فانكومايسين، فبالتالي الفانكومايسين ما يخليش الترانس جلايكوسيديز انه يعمل فورميشن للجلايكوسيديك بوند. طيب تعالوا احنا ما فيش معنى انتيبايوتك على افتراض ان الامور بتتم بشكل صحيح. الان خلاص الروابط بتوين الشجر حصل لها فورميشن. الان باقي معنا ان احنا نربط البيبتايد، فمعنا الانزيم اسمه ترانس بيبتايديز يروح يربط يكون البيبتايد بوند. فحتتكون بيبتايد بوند، او نقول عليها حيحصل عمليه بيبتايد كروس لينكينج. اهي فتكونت روابط البيبتايد فاصبح السيل وول هنا ريجيد. هنا معنا نقطه مهمه جدا. الان في انتيبايوتكس يعيق عمل الترانس بيبتايديز. هذا الانتيبايوتكس كل مجموعات البنسلينز السيفالوسبورينز كلها تعمل بلوك للترانس بيبتايديز، فما تخليش يعمل فورميشن للبيبتايد بوند، وبالتالي السيل وول ده ما يحصلوش فورميشن. طيب في سؤال مهم جدا لانه ساعات ما يركزوش عليه الناس. هذه الان قدامكم كومبليت بكتيريا، بكتيريا مكتمله تماما. لو استخدمنا بنسلين هل حيعمل البنسلينز ده لها ديسترويد؟ اشتي اسمع الاجابه منكم. بالتأكيد لا، وهذه نقطة مهمة جدا. الأكشنز حتى الأنتيبايوتكس يحدث فقط عند الديفيشن، ولذلك لما تنقسم البكتيريا إلى دوتر سيل، هنا الدوتر سيل عاوزة تعمل بناء للسيل وول، فالأنتيبايوتكس وظيفته ديورينج السنسس أوف سيل وول،
وبالتالي يعمل انهيبيشن. طيب والبكتيريا المكتمله ما تهمناش، لانه معنا الميون سيستم حيخلصنا منها. احنا يهمنا ان احنا نعيق تكون السلول عندما يحصل السيل ديفيجن. هذه نقطه مهمه. طيب الى هنا الامور كويسه وما في اي مشكله. جانا عالم شهير اسمه جرام، والعالم الشهير ذا جاب صبغه اسمها باسمه، اسمها جرام ستين. ايش قال هذا العالم؟ قال اسمعوا يا جماعه، انا معايا صبغه، إذا صبغت البكتيريا باللون الفايلوت أو مجازا نقول الأزرق نسميها جرام بوزيتيف، وإذا صبغت البكتيريا باللون أو بالصبغة البديلة نسميها السفرانين، وإن صبغت باللون الأحمر نسميها جرام نيجاتيف. طيب قلنا كيف الكلام هذا؟ معناها أنه في مشكلة في السيل وول، في تركيب السيل وول بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. بمعنى آخر لا يمكن أن يذهب عقلنا أو يذهب تفكيرنا إلى أن السيل وول فقط يتكون من بيبتايد جليكان، بالتأكيد في other components. تعالوا نشوفوا، هذه قدامكم جرام بوزيتيف وهذه جرام نيجاتيف. تعالوا نشوف الاستراكشر للجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. بعد السيل ممبرين في الجرام بوزيتيف في معنى thick layer من البيبتايد جليكان، هذه كله بيبتايد جليكان. الامر الاخر في حاجه بنسميها التيكويك اسيد واللايبوتيكويك اسيد موجوده في الجرام بوزيتيف. تخيلوا هذا تركيب الجرام بوزيتيف بكتيريا. تعالوا نشوف الجرام نيجاتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف بكتيريا في معنى بيبتايد جليكان لكنه ثن، تخيلوا عباره عن 2 شيت اور 3 شيت كحد اقصى. فوق البيبتايد جليكان ده في كمان سيل ممبرين زيه زي اللي تحت بالضبط، لكن ليس بالضبط زيه. السيل ممبرين اللي فوق البيبتايد جليكان ده عباره مرتبط بحاجه بنسميها اللايبوبوليساكرايد ونقول عليه الاوتر ممبرين. اذا السيل ممبرين اللي فوق مرتبط كمان مع لايبوبوليساكرايد ونقول عليه الاوتر ممبرين، بالاضافه الى انه في بري بلازميك سبيس اللي هو بتوين البيبتايد جليكان اند السيل ممبرين. كمان في حاجه مهمه جدا بنسميها البورينز. البورينز دي موجودة في الجرام نيجاتيف وليست موجودة في الجرام بوزيتيف. تخيلوا هذا الاستراكشر، تعالوا نتكلم عليه كل واحدة، كل الجرام بوزيتيف على حدة والجرام نيجاتيف على حدة عشان نثريه بمزيد من التفصيل. هذه الجرام بوزيتيف بكتيريا. إذا بتكون أول شيء البلك الكبير هو البيبتايد جليكان، يتكون من تقريبا 50% من البلك للبكتيريا. الامر الاخر طبعا زي ما اتفقنا وحدات البيبتايد جليكان عباره عن سكر الان اسيتايل ميوراميك اسيد والان اسيتايل جلوكوزامين اللي هم النام والناج. ولا تنسوش قلنا في كل نام في كل ان اسيتايل ميوراميك اسيد يرتبط معها البيبتايد. طبعا هذا البيبتايد جليكان زي ما انتم شايفين ذا بورس نفاذ. طبعا زي ما قلنا في تيكويك اسيد وفي لايبوتيكويك اسيد هنتكلم عليهم. هذا التيكويك اسيد، ايش هو التيكويك اسيد دي؟ هو عباره عن بوليمرز اوف جلسرول اور ريباتول. والامر الاخر ما الفرق بين التيكويك اسيد واللايبوتيكويك اسيد؟ التيكويك اسيد نقول عليه تيكويك اسيد اذا كان ممتد فقط في مجال السيل وول نقول عليه تيكويك اسيد. لكن لو وصل التيكويك اسيد الى السيل ممبرين ووصل الى الليبيد فنجي نقول عليه لايبوتيكويك اسيد، معناه انه وصل الى السيل ممبرين. طيب التيكويك اسيد ده نقول عليه احنا هو الميجر سيرفس انتيجين للجرام بوزيتيف، وبالتالي هو هايلي اميونوجينيك. ما معنى هايلي اميونوجينيك؟ معناها انه لما يدخل جسمنا الجهاز المناعي حقنا يروح يعمل استجابه مناعيه ويطلع سايتوكاينز. السايتوكاينز دي عباره عن تيومر نكروتيك فاكتور الفا والانترلوكين 1، وهذه السايتوكاينز هي اللي مسؤوله عن التوكسيك شوك في حاله الجرام بوزيتيف اورجانيزم. طيب تعالوا نشوف الجرام نيجاتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف بكتيريا في بيبتايد جليكان زي ما قلنا ويمثل فقط 5%، قلنا 2 شيت الى 3 شيت. لا تنسوش الوحدات البناء للبيبتايد جليكان، ان اسيتايل ميوراميك اسيد وان اسيتايل جلوكوزامين، والان اسيتايل ميوراميك اسيد اللي قلنا عليه النام هو اللي يرتبط بالبيبتايد تشين. الامر الاخر انه اليونيك ستراكشر اللي يختلف على الجرام بوزيتيف ان معاها لايبوبوليساكرايد. اللايبوبوليساكرايد زي ما انتم شايفين هو عباره عن الليبيد اي، وهذا الليبيد اي اسمه اندوتوكسين، حنتكلم عليه في محاضره مستقله في نهايه الكورس. الامر الاخر البوليساكرايد، والبوليساكرايد دي بنسميها السوماتيك او انتيجين لانها على اعتبار انها اميونوجينيك وبالتالي نقول عليها هذه سوماتيك او انتيجين. طيب
البورينز اللي هي موجودة قلنا في الأوتر ممبرين دي بنقول عليها هي هيدروفيليك بروتينز، وبالتالي لها دور في الترانسبورتيشن. الأمر الآخر اللي هو البري بلازميك سبيس اللي هو السبيس بتوين السيتوبلازميك أند الأوتر ممبرين. طبعا دي بتتكون من ايش؟ عبارة عن بيبتايد جليكان لير، وهي عبارة عن الجل لايك بروتينز موجودة بتوين السيتوبلازميك أند الأوتر ممبرين. طيب عاوزين نعمل الآن comparing between الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بالنسبة للستراكشر. أول أمر البيبتايد جليكان هنا thick وفي الجرام بوزيتيف وthin في الجرام نيجاتيف، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التيكويك أسيد واللايبوتيكويك أسيد بالتأكيد موجود في الجرام بوزيتيف لكنه غير موجود في الجرام نيجاتيف. الأمر الآخر الأوتر ممبرين، الأوتر ممبرين غائب في الجرام بوزيتيف لكنه موجود في الجرام نيجاتيف. الأمر الآخر البورينز، البورينز بالتأكيد لا يوجد في الجرام بوزيتيف لكنه موجود في الجرام نيجاتيف. طيب في سؤال يسألونا ناس كثير يقولوا ليش many drugs are effective في الجرام بوزيتيف than جرام نيجاتيف بكتيريا؟ يعني على سبيل المثال البنسلين، البنسلين effective في الجرام، في أنواع من البنسلين effective في الجرام بوزيتيف لكنها not effective في الجرام نيجاتيف. زي البنسلين جي، البنسلين جي هو سبيسيفيك الجرام بوزيتيف، ما يستخدمش خالص الجرام نيجاتيف. ليش؟ لانه البنسلين ده لارج مولكيول، والبورينز دي ما تقدرش لانه لارج، فما يقدرش البنسلين يدخل عبر البورينز دي، فبالتالي لا يستخدم الجرام نيجاتيف وانما يستخدم للجرام بوزيتيف، لانه مش حيوصل للسيل وول عشان يعمل انهيبيشن للسيل وول سينسس. الامر الاخر يجي قلنا اشمعنى طيب الامبسلين بيستطيع او بنستخدمه كبرود سبيكترم، بنستخدمه كبرود سبيكترم للجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. نقول لهم لان الامبسلين هو سمول مولكيولز، فبالتالي يستطيع انه يحصل له باسنج ثرو البورينز، وبالتالي يستطيع انه يعمل انهيبيشن للسيل وول للجرام نيجاتيف. طيب في سؤال اخر كمان يسالونا يقولوا السيدوموناس اريجينوزا مالتي دراج ريزيستنت، ليش مالتي دراج ريزيستنت؟ لانه اساسا الانتي بايوتكس دي من البنسلينز ساعات بتكون صحيح سمول ممكن تعدي، لكن بحان البورين بيكون لسام سترين اوف السيدوموناس بيكون نارو بورينز، فما يخليش الانتي بايوتكس انها تعدي. وكمان مش كده وبس، ساعات ما يكونش في بورين خالص. الامر الاخر تعالوا نشوف المحور اللي هو قبل الاخير الفانكشن للسيل وول ان جنرال. اول فانكشن للسيل وول ومهمه جدا اللي هو مينتيننس للشيب، يعني يحافظ على الشيب. يعني ايش الكلام هذا؟ لانه ريجيد زي ما قلنا يتكون جزء من مكونات السيل وول اللي هو البيبتايد جليكان. هذا البيبتايد جليكان ريجيد، فبالتالي البكتيريا اللي هي كرويه تظل طول عمرها كرويه لانه معاها سيل وول يحافظ على شكلها كروي. البكتيريا العصويه تظل طول عمرها عصويه لان في بيبتايد جليكان اللي هو جزء من السيل وول يخليها باستمرار شكلها عصوي. فبالتالي لو ما نحصل بكتيريا زي المايكوبلازما ما معهاش سيل وول بالتاكيد على طول حنقول كيف لما نوصف عمليه شكلها او المورفولوجي لها نقول انها بوليمورفيك عده اشكال. ليش عده اشكال؟ لانه غاب السيل وول، فبالتالي اي غياب للسيل وول حيكون الشكل بوليمورفيك. الصفه الثانيه ومهمه جدا هي صفه البروتكشن، الحمايه، لانه السيل وول اوزماتيك انسنسيتيف ما يتاثرش بالازموزيه، فبالتالي هو بيحمل السيل ممبرين اللي قلنا عليه فراجل، فبيحمل السيل ممبرين من اللي هو اساسا اوزماتيك سنسيتيف. الامر الاخر والوظيفه الثالثه للسيل وول انه التارجت سايت لبعض الانتي بايوتكس زي البنسلين سيفالوسبورينز، التارجت حقهم انهم يعملوا انهيبيشن للسيل وول. وما تنسوش نقطه مهمه جدا هنا، انه قلنا انه الاكشن حق الانتي بايوتكس دي ليس لاي كومبليت بكتيريا، عندما يحصل الديفيجن للبكتيريا يكون الاكشنز لهذه الانتي بايوتكس. بالتاكيد الوظيفه الرابعه للسيل وول انه له رول في السيل ديفيجن، لانه اساسا محيط بالسيل ممبرين، فلما تنقسم الخليه البكتيريه بالتاكيد حيكون له رول في السيل ديفيجن. الوظيفه الخامسه انه ريسبونسبل السيل وول ريسبونسبل فور ستينينج، اذا من ياخذ صبغه جرام هو السيل وول. تعالوا نتكلم عليها بريفلي للجرام لعمليه الجرام ستين. هذه امامكم جرام بوزيتيف وهذه جرام نيجاتيف، نعمل لهم فيكسيشن اول امر. بعد ما نعمل فيكسيشن نجيب الكريستال فايلت فنروح نصبغ الجرام بوزيتيف ونصبغ الجرام نيجاتيف.
فالثنتين حينصبغوا باللون الفايلوت او قلنا مجازا باللون الازرق. طبعا نعمل ووشنج في كل خطوه. الامر الاخر نروح نجيب الايودين. الايودين حيروح يتحد مع الكريستال فايلوت فيعمل مركب اسمه كريستال فايلوت ايودين كومبلكس، وحيظل الصبغه نفس الوضع، فايلوت هنا وفايلوت هنا، يعني حتظل البكتيريا الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف منصبغه بنفس الصبغه اللي هي الفايلوت. بعد كذا نروح نعمل ديكلارايزيشن بالالكهول او بالاسيتون. فايش اللي يحصل؟ لانه الجرام بوزيتيف البيبتايدو جليكان ثيك، فبالتالي احتفظت بالصبغه ومن هنا سميت جرام بوزيتيف. ليش جرام بوزيتيف؟ لانه احتفظت بالصبغه، فكانه هذه صفه ايجابيه انه الصبغه الاولى اللي اعطيت لها احتفظت بها. بينما لانه السل البيبتايدو جليكان في الجرام نيجاتيف هو عباره عن ثين شيت زي ما قلنا 2 اور 3 شيتس، فبالتالي لما عملنا الاسيتون او الالكوهول حصل ريموفينج لهذه الكريستال فايلوت. بعد كده نجيب الصبغه البديله او نسميها كاونتر نسميها الكاونتر ستين اللي هي السفرانين، طبعا لونها الاحمر. طبعا لانه الجرام بوزيتيف منصبغه اساسا والبالك كله منصبغ بالكريستال فايلوت، فما فيش مجال انها تدخل، لكن الجرام نيجاتيف البالك فارغ فبتدخل فيه صبغه السفرانين او الكاونتر ستين وتنصبغ باللون الاحمر. فبالتالي السلول هو ريسبونسبل للستيننج. وهذا شكلها، شايفين كيف هنا الجرام بوزيتيف كيف شكلها الفايلوت والجرام نيجاتيف كيف شكلها هنا كباسيلاي شكلها باللون الريد او اللون الاحمر. المحور الاخير هو السيل وول ديفيشنت، كيف انه في بكتيريا ما معهاش سيل وول. هذه نقطه مهمه جدا. ما معنى سيل وول ديفيشنت؟ معناها انه بكتيريا without سيل وول. شايفين هذه البكتيريا معها سيل وول، اصبحت بكتيريا ما معهاش سيل وول. الاصل انها يحصل لها تموت، الاصل انها تموت، لكن شوفوا ايش اللي حيحصل. في معنى تو تايبس من في معنى تو تايبس من السيل وول ديفيشنت. معنى حاجه بنسميها ناتشرال وحاجه بنسميها انديوز. الناتشرال زي بكتيريا المايكوبلازما خلقها الله عز وجل ما في معها سيل وول، كيف تحافظ على نفسها في السيل ممبرين معها سترولز بكميه كافيه وبالتالي تحافظ على نفسها. بينما الانديوز اي سيل وول انهيبيتر زي البنسلين سيفالوسبورين زي اللايزوزايم كلهم دول يعملوا ديستراكشن للسيل وول. طيب هنا بالتاكيد ما يمكنش تعيش الخليه دي اللي هي حصل لها انديوز وتكسر السيل وول حقها الا في وسط ايزوتونيك سوليوشن، فبالتالي الايزوتونيك سوليوشن حتستطيع البكتيريا تعيش فيه، غير كذا لا حتستطيع تعيش فيه هايبوتونيك ولا هايبرتونيك سوليوشن. طيب الانديوز ده عباره عن كمان كومبليتلي وبارشلي، زي ما انتم شايفين الان كومبليتلي ما معناه انه السيل وول بالكامل اختفى، فبالتالي نسميه كومبليتلي. وهنا اذا للجرام بوزيتيف نسميه بروتوبلاست والجرام نيجاتيف نسميه سفيروبلاست. البارشلي ما معناه هذه قدامكم بكتيريا حصل بارشل يعني بقي جزء من السيل وول، وهذه نسميها ال فورم بكتيريا وسموها ال فورم بكتيريا نسبة لمعهد في انجلترا اسمه ليستر، فاختصار لكلمة ليستر يسموها ال فورم بكتيريا. بالتاكيد ال فورم بكتيريا والمايكوبلازما كلاهما ريزيستنت للبنسلينز للسيفالوسبورين. ليش؟ لانه التارجت الاساسي غائب، فما لهمش معنى الانتي بايوتكس دي خالص. التارجت الاساسي لهم هو السيل وول، السيل وول ما هوش موجود، فبالتالي دول بالتاكيد ريزيست للبنسلين والسيفالوسبورينز. تعالوا نشوف اسئله الحصاد حتى نتاكد ان الموضوع ماشي بشكل كويس. اول سؤال، الليبيد اي از ا سيل وول كومبوننت اوف وات؟ الليبيد ايه مركب او يدخل في تركيب ايش من سيل وول؟ هل هو الجرام بوزيتيف بكتيريا، هل للفانجاي، هل للفيروسس، هل للجرام نيجاتيف بكتيريا؟ بالتاكيد للجرام نيجاتيف بكتيريا، قلنا لايبوبوليساكارايد. السؤال الثاني، one of the following is a function of cell wall، واحده من الوظائف التاليه وظيفه للسيل وول، هل هي مينتين للشيب، هل هي سيلكتيف للترانسبورت، هل هي بروتين سينثيسيس، هل هي اكسكريشن اوف اكسترا سيلولر انزيم؟ بالتاكيد هي اهم وظيفه انه بتحافظ على الشيب نتيجه لوجود البيبتايد جليكان. السؤال الثالث، مايكوبلازما ريزيست تو بنسلين ديو تو لاك اوف وات؟ ان المايكوبلازما بتقاوم البنسلين ليش؟ لانها تفتقد الرايبوسوم، تفتقد السيل وول، تفتقد السيل ممبرين، تفتقد البلاي. بالتاكيد تفتقد السيل وول، وقلنا هو التارجت البنسلين هو تارجت انه يعمل انهبيشن للسيل وول.
السؤال الرابع, the following is a feature of gram positive rather than gram negative cell wall. يعني a feature دي هي صفة للجرام بوزيتيف عن الجرام نيجاتيف. هل هي الليبيد A؟ هل هو الأوتر ميمبرين؟ هل هو الثيك بيبتاجي ليكان؟ هل هو البري بلازميك سبيس؟ بالتأكيد الثيك بيبتاجي ليكان هو الصفة الأصيلة للجرام بوزيتيف. طيب الآن عاوزين نعمل comparing between المايكوبلازما والL form بكتيريا. هذه مايكوبلازما وهذه زي ما أنتم شايفين L form بكتيريا. هذه naturally without سلول, يعني مخلوقة من الله عز وجل بدون سلول. كيف تحافظ على نفسها؟ زي ما قلنا معها سترويلز بنسبة كبيرة, فبالتالي تقدر تحافظ على نفسها. هنا حصل induced by what? By cell wall inhibitors, ودي مفروض تموت, لكن صادف أنها وجدت في وسط isotonic. الأمر الآخر cannot resynthesize cell wall, ما تقدرش أنها أساسا مخلوقة بدون سلول, لكن هنا ممكن تستطيع أنها تعمل إعادة بناء السيل وول. الأمر الآخر هنا بالتأكيد ريبليكيت, لأنها مخلوقة بدون سيل وول فبالتالي يحصلها ريبليكيشن, لكن الL form بكتيريا كانوت ريبليكيت, ما تقدرش تريبليكيت, هي موجودة في وسط ايزوتونيك وعاوزة تحافظ على نفسها حتى تستطيع أنها تكون السيل وول. الأمر الآخر دي بالتأكيد سيرفايف إن أي ميديا, تعيش في أي ميديا, هايبرتونيك هايبوتونيك ما فارقة معها, لكن بالنسبة للL form بكتيريا بالتأكيد اللي حتكون قادرة أنها تعيش في وسط الايزوتونيك سوليوشن. كنت معكم في مضى من الوقت في محاضرة كاملة على السلول, تعرفنا على الديفينيشن للسلول, عرفنا من إيش بتكون السلول, ثم تكلمنا على السينسس للبتادوجي ليكان, وعملنا الفانكشن أو تعرضنا للفانكشن إن جنرال للسلول, وأخيرا تكلمنا على السلول ديفيشنت. شكرا جزيلا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.